Hello, my dear fourth graders. Welcome to you in my class. In this video, I'm going to read the lesson in Unit 7, Pupil's Book, page 74. It's about people of the world, شعوب العالم. Let's get started. Unit 7, People of the World, زي ما حكينا شعوب العالم. Old customs in the modern world. إذن التقاليد القديمة في العالم الحديث. عندي customs معناها تقاليد بمعنى traditions ومودرن بمعنى حديث. People live in all parts of the world. إذن الشعوب تعيش في كل أجزاء العالم في كل مكان بالعالم. Most people live in towns and cities. معظم الشعوب تعيش في بلدات كبيرة أو مدن صغيرة معنى towns and cities مدن. But other people, لكن الشعوب الأخرى, they live hundreds of kilometers, مئات الكيلومترات, from the nearest city, من أقرب مدينة. هلأ nearest بمعنى أقرب, يعني هاي في ناس بتعيش, إحنا زي ما حكينا في كل العالم بيعيشوا بكل أجزاء العالم, في كل مكان بالعالم. هلأ الناس, في ناس بتعيش في مدن صغيرة, في مدن كبيرة, باقي الناس أو other people بيعيشوا مئات الكيلومترات بعيدا عن المدينة, يعني بيبعدوا عن المدينة مئات الكيلومترات. They live on high mountains, بيعيشوا في عالي الجبال, بالجبال القممها في الأماكن العالية في الجبال. They live in hot deserts, وبيعيشوا كمان في الصحاري الحارة. And snowy forest, وكمان في منهم بيعيش في الغابات المثلجة. Snowy هي adjective من snow الاسم. إذا snowy هي مثلج, غابات مثلجة هي adjective. They keep animals for food. إذا هم keep هون بمعنى يربي أو بيكون عندهم, هي معنى كلمة keep. They keep animals for food. إذا بيربوا حيوانات لغذائهم حتى يتغذوا عليها. They make their clothes, بيعملوا ملابسهم, and homes, وبيوتهم. إذن هم بنفسهم بيعملوا بيوتهم اللي بيعيشوا فيها وبينسجوا أو بيخيطوا ملابسهم أو القماش اللي بدهم إياه, هاي معنى clothes. They are different to people who live in large towns and cities. إذن هم مختلفين عن الناس أو الشعوب اللي بتعيش في المدن والمدن والبلدات الكبيرة. Because they do not need lots of shops. إذا هم ليش بيختلفوا؟ لأنهم ما بيحتاجوا الكثير من المحلات ولا سيارات cars and lorries ولا حتى شاحنات. They do not use much electricity on or water. إذا هم ما بيحتاجوا الكثير من الكهرباء ولا الماء. هلا weavers of South America. إذا النساجين, طبعا weavers معناها نساجون, of South America, في جنوب أمريكا, مناطق الجنوب القارة الأمريكية. هدول ويفرز هم شعب بيخيطوا وبينسجوا, بنسميهم ويفر. إذا النساجون هي الويفرز اللي بينسجوا على بينسجوا ملابسهم والقماش اللي بدهم إياه على آلات معينة أو أدوات معينة. The Incas, Incas هو شعب الإنكا, منسميه إنكاز, شعب معين. وين بعيشوا؟ The Incas lived in Peru, بعيشوا في بلد اسمها البيرو, in South America, في قارة أمريكا الجنوبية. إذن اسم البلد بيرو. إذن إنكاز بعيشوا في البيرو. 500 years ago, إذن من 500 سنة قديما, they were very rich, كانوا أغنياء, and powerful, وأقوياء. They had many large cities, كان عندهم مدن كبيرة. And they were good fighters, وكانوا مقاتلين جيدين. They had gold, silver and jewels, كان عندهم ذهب وفضة ومجوهرات. طبعا هاي كلمة powerful وjewels أخذناها في فيديو الكلمات. They kept many animals and they had good food and clothes. إذا كانوا kept بمعنى كانوا يربوا أو كان عندهم حيوانات. And they had good food, كانوا يأكلوا بشكل جيد, عندهم طعام كويس. And clothes, وملابس وأقمشة. طيب, then
explorers إذا بعد ما عاشوا حياة رغيدة حياة جيدة مين إجا عليهم the then explorers المكتشفون from Spain came إذا ناس عم تكتشف في المناطق فوصلوا لهم من إسبانيا هاي الناس اللي بتكتشف وصلوا لهم وأجا عليهم إذا the explorers from Spain came they fought the Incas إذا هدول Spanish people اللي من إسبان حاربوا فاوت حاربوا فاوت يا ماضي past من fight يحارب إذا fought the Incas and captured their king captured their king اللي هي إنه مسكوا الملك تبعهم أخذوه after that the Spanish ruled over the Incas وبعد ذلك الأسبان حكموا إنكا حكموا شعب الإنكا إذا ruled بمعنى حكموا من الفعل rule يحكم The Incas spoke the Quechua language. إذا شعب الإنكا كانوا يتحدثوا لغة الكيتشوا. Quechua people are still living in Peru today. إذا الشعب الكيتشوا لا زالوا بعيشوا في بلد البيرو إلى يومنا هذا. هم شعب إذا هو الكيتشوا أصلا هو شعب بعيش في منطقة البيرو. واسمهم هيك كيتشوا ولغتهم اسمها على اسم الشعب كيتشوا. They keep sheep and goats. إذن هم كانوا بيربوا خرفان وأغنام وماعز in the mountains في الجبال. They get wool from the animals. بيحصلوا على الصوف من الحيوانات اللي هي زي ما شفنا الشيب والgoats. They spin the wool and weave it into cloth. إذن هم بيلفوا الصوف بيدوروه أو بيغزلوه بيعملوا الصوف يعني بيعملوه على شكل خيطان زي هون شايفين كيف بيلفوه مع بعضه. وبيعملوه هيك زي طبب أو كرات and weave it into cloth وبينسجوه إلى أقمشة وإلى ملابس they make patterns بيعملوا patterns in the cloth في الملابس أو قطع القماش هاي pattern مثلا شوفوا هون each village has a special pattern كل قرية إلها النمط الخاص فيها هون النمط اللي عندنا شايفينه لهذه القرية مثلا نمط مخطط بيعملوا أنماط مخططة إذا النمط يا بيكون خطوط يا بيكون رسومات أشكال وما إلى ذلك The patterns are like the old Inca patterns إذا حاليا هم بيعيشوا هناك وبيعملوا patterns هي نفسها مثل الباترنز اللي كان يعملها قدماء الإنكا هلأ شوفوا هاي الصورة هون عندي وشوفوا هاي الصورة هاي الصورة بتعبر عن children learn the patterns they weave this ribbons إذا الأطفال كمان بيتعلموا الأنماط وهم بينسجوا هاي الشرائط زي هاي البيبي اللابس هذا الريبن شايفينه هذا اسمه ريبن شرائط جمع ريبنز وعندنا كمان الصورة هذه الست اللي حامل البيبي هون إذا شوفوا الريبن هذا زي ما قلنا وفي عندنا كمان مكتوب هون بالصورة إنه women carry their babies إذا النساء بتحمل أطفالها or fruit and vegetables in the cloth إذا بخيطوا قماش وبيحطوه على ظهرهم بيحطوا البيبي فيه وبيحطوا خضارهم وفواكه تبعتهم كلها بهذا الكلوث الكيس القماش men carry firewood and corn إذا الرجال بيحملوا في هذا الكلوث هذا القماش هذا اللي فيه البيبي هون بيحملوا الخشب اللي بيعملوا فيه النار أو بيولعوا في النار والذرة أيضا الآن we will talk about herdsmen of northern Europe herdsmen herd هيها بمعنى قطعان الherdsmen هي بمعنى الرعاة إذا herdsmen بمعنى الرعاة herdsmen إذا الرعاة في الشمال الأوروبي أو في الجزء الشمالي من أوروبا هيها شمالي نذرن بمعنى شمالي هاي الكلمة وهي هي تنتين نذرن بمعنى شمالي وهي adjective من كلمة north هلا the Sami people live in northern Europe إذا الشعب السامي بعيش في الجزء الشمالي من أوروبا it is very cold in winter وهي باردة جدا هذا الجزء بارد جدا and there is always a lot of snow ودائما هناك الكثير من الثلج
on the ground على الأرض شايفين بالصورة كيف ثلج. Some Sami people are nomads. إذن بعض من هدول الشعب السامي في منهم بدو في منهم بدو في منهم مستقرين في مكانهم. That means they travel from one place to another. إذن بما إنهم بدو إذن هم رحل يرحلوا من مكان إلى آخر أو بيسافروا من مكان إلى آخر. This means they travel بيرحلوا أو بيسافروا from من مكان إلى آخر. They keep big herds. إذن بيربوا قطعان من الغزال الرنة. إذن قطعان herds بمعنى قطعان. إذن المفرد هي herd بمعنى مجموعة غزال الرنة. They live in tents بعيشوا في خيم. And when the reindeer need new grass لما غزال الرنة أو غزلان الرنة بتحتاج العشب they pack up their tents إذن بلفوا الخيم أو بفكوها and move on وبيروحوا على مكان تاني بغيروا مكانهم. عندي reindeer هون هي المفرد والجمع ما بنحط لها S إذن reindeers ما بتصير إذن هي reindeer فقط. هلأ farmers of Tibet اللي هم مزارعين في منطقة التبت أو بلد اسمها أو صحراء التبت. هاي المنطقة كتير معروفة. The Tibetan people. Tibetan هي adjective من تبت. إذن هم شعب التبت. Live near the highest mountain. بعيشوا في الجبال عاليا. In the world في العالم. Some Tibetans are nomads. بعض أهل التبت أو شعب التبت هدول برضو بدو. They keep sheep and goats. إذن بيربوا خرفان أغنام وماعز. Tibetan farmers المزارعين التبت اللي من منطقة التبت use yaks on their farm بيستخدموا الياكس هذا الياك شايفين الياكس هدول الثيران إذن بيستخدموهم بالمزارع on their farms بمزارعهم. The yaks pull carts and ploughs. إذن الياكس بجروا عربات والمحراث هذا شايف المحراث. إذن لأنه yaks are strong animals. الياكس هو حيوان قوي لذلك هو يجر المحراث وأيضا يجر عربات. نكمل على عندي في هاي الصورة شايفين بيرقصوا هون حاملين ريبنز شايفين كيف أو خلينا نقول أقمش نوع من أنواع القماش حاملينه ولابسين زي شعبي اللي هو الكاستومز كاستيومز لباس شعبي شايفينه بنسميه أو لباس تقليدي بنسميه كاستيومز وهم بيمثلوا أو بيغنوا الممثلين بنسميهم أكترز المغنيين سينجرز فهم بتحسهم enjoy this thing يعني بيستمتعوا فيه. هلأ Tibetans شعب التبت هدول هم enjoy بيستمتعوا plays with إذن العزف على الموسيقى والرقص. The actors were amazing الممثلين بيلبسوا لباس تقلي رائع amazing and masks وأيضا أقنعة. ننتقل لما بعد ذلك. الآن عندنا هون travelers in the desert المسافرين في الصحراء رح نشوف مين هم. هلأ the Bedouin people الشعب البدوي الناس البدو حتى النومادز والبدوين هم بدو الكلمتين بمعنى بدو. The Bedouin people live in hot places بعيشوا في أماكن حارة. Some Bedouin travel through the desert بعض منهم بيسافر عبر الصحراء أو بتنقل بمعنى traveling إلها معاني كلها بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر. إذن بنتقلوا عبر الصحراء like the Sami people نفس شعب السامي. They keep animals بيربوا حيوانات and live in tents وبعيشوا في خيم شوفوا الخيمة إذن هم بيعيشوا في خيم. When they move the animals إذن لما بياخدوا الحيوانات بيمشوهم عشان يأكلوا من العشب اللي بالصحراء أو من الزريعة اللي بالصحراء. They can take their tents with them إذن بياخدوا معاهم الخيم إذن بنتقلوا هم والحيوانات
بينتقلوا بياخذوا خيامهم بنقلوها معهم لمكان اخر. They hunt بصيدوا with falcons بصيدوا عن طريق الصخور الصقور عفوا. اذا هذا صقر اسمه فالكون، اذا عن طريق الصقور هم بصيدوا. ايش بيروحوا بصيدوا؟ الصقر طبعا طائر، اذا بصيدوا ممكن حيوانات في الصحراء او طيور الصقر بصيدها وبرجع وبرجع ومع الفريسه اللي صادها. هلا they hunt with falcons so their families have more food. اذا هم اصلا عندهم اكل بالصحراء، عندهم اغنام وعندهم كثير. طبعا اكيد اللي بعيش بالصحراء بيكون عنده غنم وبيكون عنده حيوانات جمال مثلا. اذا هم بروح كمان الصقر بصيد لهم اكل وبصير عندهم اكل اكثر. So their families عائلاتهم have more food. لانه الصقر ممكن يصيد اكل بياكلوه مثلا، يصيد حمام، يصيد يعني شيء ممكن يتاكل. Nowadays not many Bedouin live in the desert. هذه الايام في يومنا هذا بهذا الزمن مش كل البدوان بيعيشوا في الصحراء all the time كل الوقت، لا ما بيعيشوا بالصحراء كل الوقت. Many of them live in houses، كثير منهم بيعيش في بيوت. In towns and villages في بلدات وفي قرى. But they still fly falcons in the desert، لكن لا زالوا بيطيروا صقور في الصحراء، بيحبوا هاي الهواية بيمارسوها البدو انهم بيطيروا صقور في الصحراء. فهم بروحوا بعض الاوقات على الصحراء لكن في بيوتهم في موجودة بتاونز اند فيليجز. هلا شوفوا الفالكونز كاتش اذر بيردز، شايفين كيف الفالكون بصيد طيور اخرى. فالكونز ار بيوتيفول بيردز، هو فعلا طائر جميل. With sharp beaks، عنده مناقير، شوفوا هذا المنقار محدب sharp كتير حاد. And watchful eyes، وعنده عيون جدا حاذرة يقظة وبتنتبه لكل اشي وبتطلع على كل شيء عم بيصير. شكرا لكم اعزائي الطلاب، ارجو عمل لايك وشير وسبسكرايب ليصلكم كل جديد، والشير حتى يستفيد منه باقي الطلاب اللي بتعرفوها او اي حد ممكن يستفيد منها. شكرا لكم و thank you for watching. باي باي.